أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم ولاد بلدي. يا رب دايما في صحة وسعادة وأمان. وحشتونا من الأسبوع اللي فات للأسبوع ده، وحشتونا يا رجالة بلدي وستات بلدي وولاد بلدي الطيبين اللي قلبهم على قلبنا واللي بيقدموا لنا خدمات تنفعنا وتنفعكم. حلقتنا النهاردة وبالصدفة بتتكلم عن المطاعم كمان، لسه معانا سلسلة مطاعم هنقدمها لكم، يا رب تنال حسن اعجابكم. النهاردة على طول هنخش على محافظة الدقهلية، بالاخص مدينة الجمالية، وهناك قابلنا مطعم حقيقي حكاية، من ديكورات من اكل من شغل من اجتهاد، كل حاجة فيه مظبوطة بالسنتي. دخلنا المطعم وطلبنا أكل، وهنشوف دلوقتي تعليقنا إيه على السفرة الجميلة اللي اتقدمت لنا. تعالوا نشوف عن السفرة اللي اتقدمت لي. أنا بصراحة مش عارفة ابتدي منين. طبعا شايفين البيتزا عاملة ازاي، شايفين الأكل شكله يجنن ازاي. مثلا عندنا هقول طبق الكفتة اللي باللحمة والكفتة اللي بالفراخ، حقيقي هي هتتوصف في كلمتين. انا ازاي بقطعها بالسكينة، السكينة بتنزل لوحدها في الكفتة مش محتاجة اي مجهود، معنى كده ان اللحمة جوسي وطرية وتجنن حقيقي. هنخش على البيتزا الرهيبة اكسترا تشيز، حقيقي كل اللي بيحب الجبنة هيغرق في الجبنة في البيتزاية دي، حقيقي تجنن. ويا سلام بقى على العجينة بتاعتها، قد ايه طرية وهشة بجد البيتزا، يعني بجد هو محتاج تسقيفة فيها، يعني عجبتني جدا، دقتها في كذا مكان وما لقيتهاش بالطعم ده. لو دخلت سريعا على الطبق اللي عندكو ده اللي هو فيه شاورما، شوفوا شكل تقطيعة الشاورما عاملة ازاي. دايما بنشوفها في المحلات متقطعة شرايح كده، هو عاملها بشكل جديد سامبوكسات، وكمان فيها جبنة موزاريلا. طبعا دي حاجة جديدة شوية وعجبني الابتكار، لان مش دايما بيبقى فيه في الشاورما جبنة موزاريلا، هي دايما بيبقى جواها سلطة او بصل او حلقات بصل، فكانت بالنسبة لي غريبة، لكن بجد بجد التست كان خطير. لو جينا نتكلم على كريب الجمبري، فهو واحد معانا في فريق الاعداد طلبه، حقيقي انا لسه هتكلم عليه لقيته اتشال من قدامي وتقريبا اتاكل في وقتها على طول، ملحقتش حتى اساله او ادوق، بس هو قال لي ان هو عجبه جدا جدا وان هو استمتع بيه جدا جدا، لان هو من الناس اللي بيحبوا السي فود قوي. هندخل بقى على الحلو، زي ما انتوا شايفين طبق كنافه نابلسيه ملهاش حل، حقيقي حقيقي اتجنن شكل الفستق فوق ولا الطعم. هي فيها طبعا جبنه بتمط زي ما انتوا عارفين، لكن مش دايما بتبقى الكنافة النابلسية ليها طعم، بيبقى شكل بس الجبنة تشد قدامك، لكن تيجي تاكل تلاقي ملهاش طعم، بس حقيقي الجبنة كان طعمها وهمي والكنافة كانت خطيرة. يا جماعة انا مهما احكي عن السفرة دي مش هوفيها حقها ابدا، بجد بجد تحفة. شكرا شكرا مطعم شيخ الحارة على التقديم التحفة دي وعلى الاطباق اللي تجنن دي، مرسي بجد. ورجعنا بعد السفرة الخطيرة دي اللي حاسة ان انا لما افتكرتها حقيقي جعت، انا لازم اروح شيخ الحارة تاني يا جماعة لازم. دلوقتي بقى هنروح لقاء مع دكتور محمد وشيف المطعم، هيكلمونا عن المجهودات وعن الشغل هناك. تعالوا معانا نروح شيخ الحارة. دكتور محمد صبري مدير مطعم شيخ الحارة. احنا بدأنا من سنين نفكر في موضوع المطعم ده، وقعدنا فعلا اكتر من سنه بنخطط وبن دراسه جدوى يعني للمطعم، وكان كل هدفنا ان احنا نعمل اكل، نقدم اكل بجوده عاليه جدا تليق باهالينا هنا في الجماليه وفي المدن المجاوره لينا. كنا عايزين دايما ان احنا نتفوق، نبقى اهل الجماليه يفتخروا بالمكان، يحسوا ان هم داخلين مكان في مدينه راقيه جدا، في مكان كبير جدا، ما يحسوش ابدا ان هم بيروحوا مدينه تانية بياكلوا اكل او بيدخلوا مكان ما يعرفوش يلاقوا زيه هنا في بلدهم. فده كان اساس عندنا في واحنا بنفكر ان احنا ناسس المطعم ده.
يوسف، شغالين حاليا لنا في مطعم شغل حارة. بنخلي بالنا مثلا من الصف اللي شغال معانا دايما من الوقايه، الكمامه والقفازات وخاصه الشيفات. جسد لما بيشرفنا هنا في الصاله بنخلي بالنا الشخص الاولاني مثلا والثاني في تباعد بحيث ما يحصلش مشاكل. بنخلي بالنا مثلا من الجو، تطهير الجو والارضيات والسطحيات، وده اهم حاجه موجوده هنا. انا الاسم مصطفى بدر وشهرة بتاعتي ابو علي، وانا من محافظه الفيوم وجيت هنا محافظه الدقهليه الجماليه، وجيت من قبل الافتتاح بثلاث ايام وبقالي دلوقتي معاهم حوالي سنه وشويه، والحمد لله انا ماسك الشيف العمومي تبع المطعم. انا بقالي في المهنه ديت الحمد لله بقالي 10 سنين. طبيعه الشغل هنا انا مسؤول عن كل حاجه في المطعم، عن الفراخ، اللحمه، كل حاجه في المطعم انا بعملها الحمد لله، بجهزها، الشاورما بجهزها، شاورما اللحمه، شاورما الفراخ، الستريبس، البروست، الشواية، حاجات البيتزا كلها أنا بعملها الحمد لله. الاستلام بتاع الفراخ كل يوم بيومه، مفيش كل يوم بيومه، فريش طازة مفيش حاجة، والتتبيلة اليوم بيومه، مفيش تتبيلات بتقعد كتير الحمد لله. والشغل الحمد لله تمام، وأنا مبسوط إن أنا شغال هنا، إن أنا اشتغلت حوالي، قعدت في السعودية 5 سنين واشتغلت في كذا محافظة، اشتغلت في أسوان واشتغلت في دمياط واشتغلت في اسماعيليه والزقازيق، ومن احسن المطاعم اللي اشتغلت فيها ومن الاداره، والحمد لله تمام انا مبسوط هنا. بعد كده بقى ومن غير كلام كتير، برضو واحنا لسه في محافظه الدقهليه، هنخش على ايه بقى؟ هندخل على مدينه الكردي. مدينه الكردي رحنا هناك اكتشفنا مطعم وهمي اسمه البريمو، وهو بريمو في كل حاجة حقيقي. من ساعة ما دخلنا وهم شغالين زي البريمو، والله ما شاء الله نمسك الخشب. المهم رحنا هناك وقعدنا وطلبنا أكل، والأكل جه زي ما كان في خيالي بالضبط. أول ما دخلت أنا كان إحساسي إن أنا هاكل أكل حلو في المطعم ده، لان انا داخله وشايفه الوشوش المبهجه قدامي والاكل والذبايح، بصراحه الشكل كان جميل جدا، فاكيد الطعم هيبقى اجمل. كمان دايما بيبقى عندي ملحوظه في اي مطعم عن صاحب المكان لما بدخل واعمل لقاء معاه واتكلم معاه، حي صاحب المكان راجل طيب، واخد الاستاف كله زي ولاده، بياخد ارائهم في كل حاجه هو عايزها. انا كنت شايفاه وهو واقف ولممهم حواليه وبياخد رايهم، حقيقي الراجل ده يعني بجد يشكر، مش زي اي مدير بيتعامل مع الناس اللي شغالين عنده او شايف نفسه عليهم، لا هم زي ولاده زي اخواته، بيعاملهم معاملة كويسة جدا، ودي حاجة شدتني وخلتني اتأكد ليه البريمو فعلا ناجح في مجاله. انتوا هتيجوا معانا وهتشوفوا ايه اللي احنا عملناه هناك وايه اللي احنا شفناه هناك، انتوا كمان لازم تشوفوه عشان انا عايزاكم كلكم تروحوا مطعم البريم. تعالوا يلا بينا نشوف التقرير. هما شاطرين، احنا بقالنا كلنا من زمان، يعني احنا بقالنا من 23 سنه ده فرع جديد لسه لينا، كنا فرع قديم وده فرع جديد لسه لينا، فبنا نطور ونطور يعني هي اسعارنا متناوله من العائله الصغير رامي الكبير، جميع الفئات وجميع المستويات، يعني في متناول الجميع. وفي نفس الوقت جودتنا كويسه، شغلنا قدام الناس كل الناس عارفاها. زي ما تخش سندوتشات اللي هي الطبقه المتوسطه، في سندوتشات كفته، في كباب، في بشكل، في نيل، فطار، كبده، وفي طلبات زي ارتفاع مثلا ورصاص ومشكلات وكلام من ده، كباب حله، كوارع، طواجن. احنا بنشتغل لحمه مفرومه كردوس بتتذبح هنا في السلفانه تبع كردي، وبتيجي بتتفرم وبتتجهز كل حاجه موجوده قدامك بتاعتك. وبنشتغل لحمه ضاني اللي هي الفرفان الضاني دي، بتبقى مشويه شباب على البحر، دي اللحوم بتاعتنا. والفراخ بتاعتنا فراخ مزارع عادي بتتذبح وبتتاكل وبتشتغل على الارض. اول حاجه طبعا الجماعه بتبقى لابس الكمامات بتاعته، بيبقى في يعني حتى لو في زحمه شهور بنحاول نحافظ على التباعد بين الناس. طبعا في تشطيبات تقليد، يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نظبط الدنيا عشان خاطر الكورونا، وربنا يعدها بينا على خير يعني. محمود شحاته، محمود شحاته ابراهيم، شيف محمود شحاته ابراهيم. هو السر حضرتك السر كله في جوده اللحمه
بنستقبل هنا على قدنا، كلنا مثلا بنجيب من مزارع كويسه رقيقه. الاهم حاجه في المجال كله اللي هي جوده اللحم، هي دي اللي بتميز مطعم عربي. شغلنا كله بيعتمد على كده. بس انا مسؤول عن المشاوي، نجاز المشاوي، اللحوم، الكيبه، كل المشاوي عموما التجهيزات تمام. انا باجي الصبح طبعا مثلا انا في شفتين ببقى الصبح مثلا جوه على الشوارع الصبح هتمشوا بره. طبعا انا الشفت بتاع بالليل بيجي بخش امسك التجهيزات اي حاجه ناقصه، بخش طبعا بتبل بقطع الكباب بتاع شغلنا كل يوم، تجهيزنا كل يوم، بحيث ان انا بخش الصبح او بعد العصر اقطع لحمتي، بعمل تتبيلتي، بعمل الكفته، بعمل الطرب، كل ده شغل يوم، تجهيزنا كل يوم. يعني الشغل مثلا ممكن اقعد ثلاث في العرب اقصى حاجه يوم او يومين. ده بالنسبه لده شغلنا. انا محمد احمد عبد الحميد صاحب مطعم الكريم. انا والله انا شغلت المهنه دي بقالي 23 سنه، اتجهت للعمل الحر من حوالي 7 سنين وانا شغال لوحدي كده، وفتح مطعم في دورتي والحمد لله نجحت في نص البلد ووسعت وطورت نفسي. لسه كان جديد هنا في اول البلد، فرع كبير واوسع ومكان اكبر ان شاء الله. ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين ومعاكم لسه مكملين في المطاعم. انا عايزاكم اللي يجرب مطعم يكلمني، يكتب لي كده في الكومنتس على السوشيال ميديا على صفحه قناه صحه وجمال، يكتب لي ان هو جرب فعلا المطعم ويقول لي رايه فيه، عشان اشوف كده يبقى في بيني وبين الناس تواصل واحس فعلا ان اللي بتكلم فيه يعني حقيقي جيب فايده عليكم. فأتمنى أشوف في الكومنتس تعليقات حلوة لناس جربت المطاعم اللي أنا اتكلمت فيها. أي هتخشوا على قناة الصحة والجمال على الفيسبوك هتلاقوا الفيديوهات، ياريت أشوف أراءكم الجميلة. لسه في محافظة الدقهلية وبالأخص مدينة المطرية، لسه معانا مكملين في الدقهلية معاكم في الحلقة دي، سلسلة مطاعم جامدة جدا في الدقهلية. رحنا مطعم الزيان للمشويات. مطعم الزيان دخلنا فيه وقابلنا صاحب المكان، ما شاء الله راجل كده تحس ان على وشه نور. قابلنا احسن مقابلة. طبعا احنا لما بندخل مكان ما بنعرفش صاحب المكان ان احنا يعني برنامج، لا ده انا بدوق الاكل الاول عشان اشوف هيقدم لي ايه، ولما بيعجبني بعرفه في الاخر. حقيقي والله بيقابل يعني الواحد كأنه يعرفه، يعني مقابلة كويسة وأكل طعمه خطير بجد. جربنا الفراخ المشوية، جربنا المحاشي، حطيلي كده طبق شوربة بلسان العصفور بس وهمية بجد، كانت حلوة جدا. ما كانتش دسمة قوي أو كانت خفيفة قوي، كانت وسط وكان طعمها جميل جدا. كمان عجبني قوي قوي طريقة تقديم الأكل هناك، وقعدنا واتكلمنا مع صاحب المكان. فاتح مكان ضخم ويعني المكان بجد فخم جدا، في مثلا منطقة معظم المطاعم اللي فيها مش يعني مطاعم شعبية شوية، بس هو حقيقي في وسطهم منور. المكان عجبني كشكل في المنطقة. مفيش اهتمام قوي هناك بالمطاعم، بس الزيان للمشويات حقيقي ابهرني. اللي خلاني ادخل المكان طبعا ابهرني الاول الشكل، يعني الاول شكل المكان وشفت بره الشوي والدخان طالع والريحة عجبتني، قلت لا انا لازم ادخل. وفعلا لما دخلت ما ندمتش. وهنروح دلوقتي مع بعض كلنا لمدينة المطرية في المنصورة، وخصوصا مطعم الزيان. اتفضلوا معانا. احمد زيان. زيان كباب، كفته، طاجن لحمه، كوارع، محاشي، بسمتي، رز ابيض، ملوخيه، باميه، مشويات. مأكولات مشويات حضرتك عشان نحب الكفته بتاعتنا كويسه، والشيش والفراخ الشيش طبعا دايما فريش اليوم بيومه، بنجيب الضن اليوم بيومه، بنجيب الفراخ اليوم بيومها، وبنتبل وبنشتغل بنتوكل على الله. التتبيله بنجهز وبنجهز كل حاجتنا ان شاء الله. حضرتك يعني الكمامه، الكوينت، بعد الناس عن بعضها، الترابيزات زي ما انت حضرتك شايفاها متباعده عن بعضها. الله يبارك فيك، دايما المكان متعطر ودايما المكان زي ما انت شايفه متنظف.
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك، جزاك الله كل خير. شكرا. ودلوقتي وصلنا لنهاية البرنامج، يا رب تكون حلقتنا نالت اعجابكم، واستنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.